الله الله يا أمي، أهلا يا أمي، الله يعطيك الله العافية يا يعافيك رب. يا حبيبي. شو عملت لنا اليوم؟ اليوم عملت لكم قرع محشي. يا عيني عليك، هاي القرع المحشي ما نظف فيه، شايفه؟ يسلم إيديك يا رب. إيديك. وهاي لحمة تفتيلة، وهاي رز، وهاي روزميري، وهاي بهارات. وهسه بورجيكم خطوات العمل أول بأول. يسلم إيديك. وإيديك. هسه يا أمي بدي أحط زيت الزيتون عشان أشوح اللحمة. بدي أشوح اللحمة. الله على الصوت. هذا الصوت اللي بتحبه يا حبيبي. آه والله، كلياتنا بنحبه. هاي كل الناس بتحبه. هاي يعني بدي اقلبهم على الوجه الثاني، شايف هاللون ما احلاي انا؟ الله. هاي معلقة زنجبيل وقرفة وفلفل وهيل. اوريكم حتى تاخذ اللحمة كيف البهارات. كيف الريحة يا انس؟ والله اشي فنانة يا امي. الله يسلمك يا حبيبي. رح اطبخ لك كل الطبخات اللي بتحبها. الله يسلمك. حبيبي انتي. ما ننسى الروز ميري عشان يعطي النكهة الزاكية. البصلة مفرومة ناعمة، وبحركهم. هسا بدي انزل المي المغلية عليها. بلشت تغلي وهسه بغطي عليها تستوي. هاي بهارات الرز اكتبي لهم اياها يا امي واعتمدوها. هاي انس اعطاني اياها وجربتها كثير كثير زاكيه وراح تدعوا لنا. بدي افلفل الرز. هاي اول شيء بحط زيت زيتون، بضيف يا امي بصل مفروم ناعمه وحب الهيل، معلقه سمنه بلديه. نزل الرز المبخر على البصل والزيت والسمنه البلديه، بحط ميه اللحمه على الرز، كاسه كاسه، كاسه رز وكاسه ميه لحمه. نسينا الملح. خلي على نار عالي وبس يتشرب بنوطي عليه. يا امي بدي ادهنهم من جوا بالسمنه البلديه والروزميري والفلفل والملح من برا ومن جوا. يا امي بدي احشيهم بالرز. شوف كيف الرز يا انس حبته، كل حبه بحبتها وريحته بتشهي وريحتهم بتشهي. يا سلام. بعد ما استوت اللحمه بحطهم هيك على الوجه فوق الرز. يا سلام. واخر شيء معلقه سمنه بلديه وروزميري ونسكرهم. يا أمي بسكرهم بورا الزبدة والقصدير. بسم الله على الفرن من تحت على درجة حرارة 180. هاي أحلى فطرة عند أنس. أيوه بسم الله. ما شاء الله. على الجانب. طبعاً. طبعاً إحنا ما بنحط فيها مي بالمرة. لحظة لحظة لحظة. أيوه. عيني. عيني. شو هذا؟ شو الجمال كله؟ خلاص خلي 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 أفرجيهم إياها. طبعا يا امي الله يعطيك العافيه يا رب. يا انس القرعات جهزه يا حبيبي. يا سلام. وهي يا عيني شوفي يا سلام. يا سلام. ومن بكر مبينها يا حبيبي. الله عليكي، الله يعطيكي الف عافيه الله يا رب. الله يعافيك يا امي، صحتين وعافيه يا رب. على قلبك يا رب. فرجيهم اللحمه كيف ذايبه، فرجيهم اللحمه كيف ذايبه. والرز بالحبه. شايفين؟ دائم ذايبه. وهاي الرز شايفين؟ الرز بالحبه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك.